لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى أهل التفسير كابن كثير والزمخشري والشوكاني وغيرهم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما حضرته الوفاة، عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنه القرآن، حينما حضرته الوفاة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أتى إليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال له وهو على فراش الموت، قال: ماذا تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: أأدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أأجعل لك شيئا من بيت مال المسلمين؟ قال: لا حاجة لي إليه. قال: ليس لك، يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ وقد علمتهن أن يقرأن سورة الواقعة في كل ليلة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لا تصيبه فاقة أبدا. طبعا هذا الحديث تكلم فيه أهل الحديث، ولكن يعني مهما بلغ من درجته يؤخذ في فضائل الأعمال، والقرآن كله ينبغي علينا أن نهتم به ونقرأه في الليل والنهار. ولكن هذه القصة التي أوردها أهل التفسير في عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تبين لنا أننا ينبغي علينا أن نهتم بأبنائنا في حفظ كتاب الله عز وجل. وهناك بعض الصور لها فضل في أمور معينة، ومنها كما ورد في هذا الحديث كما قلنا غض النظر عن درجته، ولكن سورة الواقعة، الإنسان اليوم إذا قرأ القرآن أيا كان هذا الجزء الذي يقرأه فإنه إن نوى بذلك وكانت نيته صادقة مع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكرمه بفضل القرآن. فسورة الواقعة من السور التي اعتاد الناس على أنها سورة إن قرأها الإنسان في كل ليلة لا تصيبه فاقة أبدا، يعني ما بيصيب فقر. فلذلك يقال هي السورة التي إن قرأها الإنسان ورددها في كل ليلة فإن الله عز وجل يغنيه. ونحن بحاجة إلى أن نتمسك بكتاب الله وأن نقرأ القرآن العظيم وأن نعلمه أبناءنا وأن نبين لهم بعض الفضائل حتى يتمسكوا فيه. واليوم الناس كلها بتقول والله الرزق والرزق وكذا، فعليك بسورة الواقعة، فإن هذه السورة فيها من الفضائل، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يعني بإذن الله عز وجل إن واظبت عليها في الليل فإنه لا تصيبك فاقة، يعني لا تصيبك حاجة، يعني الله سبحانه وتعالى يغنيك. فنتعلمها ونعلمها أبناءنا ونقرأها في كل ليلة حتى نكون مع كتاب الله عز وجل من خلال هذه السورة وغيرها من السور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.